السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. صدمة سعودية لاستهداف الحوثيين إيزنهاور، وإلى التفاصيل. أبدت السعودية اليوم الأحد صدمة مع إعلان القوات اليمنية استهداف حاملة الطائرات الأمريكية إيزنهاور للمرة الثانية في غضون 24 ساعة. وبدت ردود الأفعال السعودية التي نقلها خبراء ومنظرين على مواقع التواصل الاجتماعي متضاربة ومتناقضة. وفي حين أبدى عبد الله آل هتيلة مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية صدمته من عدم قرار أمريكا سحب حاملة الطائرات إيزنهاور، سارع أحمد الفيفي الخبير العسكري السعودي إلى تصوير الهجمات على أنها مؤامرة جديدة ضد بلاده، وبلاده أكبر متآمرة على اليمن بالذات. ونكمل الخبر. هذه التناقضات جزء من تباينات واسعة أبدتها قيادات سعودية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعكس حجم الصدمة من قرار اليمن ترقية تصعيدها وصولا إلى استهداف حاملة الطائرات الأمريكية التي ظلت لعقود محصنة بهالة من الخوف التي بثتها أمريكا في أوساط حلفائها الإقليميين. أياً تكن الرواية السعودية لما يجري عند سواحلها، حيث تحاول البوارج الأمريكية الاحتماء هرباً من صواريخ اليمن ومسيراته، تشير هذه التطورات إلى أن العمليات اليمنية بدأت ترسم واقعاً جديداً سيكون له صداً واسعاً مستقبلاً. اسمعوا صاحب السكريم، أمانة أزعجني كل يوم هو يمشي من هنا. حيدة الله. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.